من نص الضريبي، ماشي زعما ماشي ظاهره مغربيه، هذه ظاهره عالميه. انما كاين فرق انه حنا في المغرب طبعا كاين يعني مرات كثيره سمعنا بان الحكومه كتقول بانه كاين تملص ضريبي لدى المقاولات الكبرى، كاين عدم تطبيق القانون في عده مجالات. ولكن اللي خطر في الامر هو انه عندنا في المغرب ماشي بحال بعض الدول، تملص الضريبي هو واحد الجريمه خطيره ثقافيا مرفوضه ومنبوذه في المجتمع، بحال الارهاب، بحال جرائم اخرى، بحيث مثلا شخص يتورط في تملص ضريبي ما يمكنش يترقى اجتماعيا، ما يمكنش يكون مسؤول. في المغرب ربما الامر مختلف، ربما هذه جريمه عاديه، ربما الناس اللي كيتملصوا ضريبيا يمكن يتسلقوا في المجتمع بشكل عادي، وهذا خطير جدا. ما لم نقطع ثقافيا واجتماعيا وتربويا مع هذه الظاهره ما يمكنش نعالجوها قانونيا. شي اخويا من بكري هادشي، في الحقيقه من بكري هادشي معروف بان ما الصغير تيخلص والكل ما كيخلصش. ماشي زعما حنا ما غاديش نتفاجئوا شويه، إذا السيد ما الملايري ما كخلط الزفته والضعيف حنا مسكين دابا 4 دراهم كيديروا، واش تصور راني كان راه جهنم هذه والسلام، ما عندنا ما غنديروا معاهم. والحكومة مالها؟ الحكومة راه هي اللي خصها تشوف هذه المسألة هذه، والحكومة هي اللي خصها تنظر بهذه المسألة هذه ودير مراقبة صارمة 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 صارمة. وعندي اليقين على أنه لو فكرت الحكومة راه الحقيقة غادي تزيد. أنا ما فكرتش راه غتوقع هكا إلى الأبد. تنشوف ما كيخلصوش غير الضرائب. راه الضرائب تيديها غير الدرويش، وثانيين كيقولوا له العمال وداك الشيء، كاينين الناس اللي عندهم الخدامه وداك الشيء ولا تيخدموهم تيديكلارو ما تيديكلاروش اي بهم، تيخدموا تقريبا واحد المده ديال 6 شهور وداك الشيء ولا، وتيوقفوهم تيقول لهم حتى من بعد وغادي نشوفوا ثاني وصافي. تيمشي كل مره تيتملصوا من داك الشيء باش ما يصيبوش اي ليهم الوريقات ديالهم وداك الشيء، وهذا الشيء ماشي المساله. الحكومه هي كتحمل المسؤوليه، لان الشعب صوت عليها باش هي تقلب على هاد الشركات وتلقاهم وتقول لهم يخلصوا الضرائب ويخلصوا على الموظفين ديالها. اما مساله ديال التملص الضرائب هذه اخلاقي، من الاشياء الاخلاقيه ومن الاشياء اللي تهلك الاقتصاد المغربي. اما بالنسبه للناس اللي تيخدموهم وتيبلغوش بهم وكيحاولوا شي ديكلاريو بهم بالمثل نقولوا فرنسويه، هذا واحد الشيء اللي كنسميه انايا شركه غير مواطنه. هاد الشركه خارجه على المواطنه، هذه عينها في الربح ما عينهاش في الطريق القدام ديال المغرب ديالها. هذه سرقه ديال الدوله اولا، والضريبه خص الانسان يخلصها الشركات على الشركات، يعني يخلصوا الضرائب ديالهم. لانه انا مواطن عادي كنخلص الضريبه على السكن ديالي، كنخلص الضرائب على الخدمه ديالي، كنخلص الضرائب على كل شيء. ضروري خاص الشركات يخلصوا الضرائب، ويخلصوا الضرائب لا على المستاجرين ديالهم العمال ديالهم، ولا على المستحقات ديالهم. التملص الضريبي شيء خطير على الـ على الـ على الدوله، لانه يعني الخزينه ديال الدوله ما تستافدش من الضرائب، وهذاك الشيء هو اللي تيخلق حتى الشوماج. لان باش تكون دي بوست بيجيتير تخص تكون ضرائب منها، منين انت التريزور تتخلص لي زومبلوي لي فونكسيونير. اما الساعه اللي تبدا تملصو بعدك سي ان دونجي بور ليطا اي لو بوبل ميم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.